FM. الكلمة ليك. هيدلاينز شان هاركم اسعد الايام، مرحبا بكم من جديد. توا 9 درجين، نخدم معكم ان شاء الله حتى للعشرة. 9 افريل اليوم 2015. نقول هيدلاينز من مخر بناها مخر على خاطر الانترفيو مع سمير. هو الانترفيو الحق انا في بالنا باش يجينا توا 9. يا اخي جانا بكري. جاي بكري ولا والله ياسر يا الصباح. لا علاش ياسر يا عصبيه؟ لا لا هو يجي صديقنا هو سي ان كونشو. اي دونك اون في الانترفيو تخي تو، قعدنا مع سي مجد حمدي ريالمون سيتي تخي اغريابل الانترفيو معاه. اي بي لو بونوم يفو لو سويف خاطر فريمون تونسي سكرتير جينيرال ادجوان دي ناسيون ان بورتور دو درابو. تقول انت بورتور دو درابو قاعد في عمل كبير توا في مالي مهم جدا، وهذيك تونس كلها توانسه. دونك الهيدلاين ان بو تار، مي اليوم بون عطله كمام عيد عطله. فوالا جوستومون العباد اللي عملت هكا غراس ماتيني صحه ليكم مستعدين هكا تاخذوا الفوندو توا. وزير الدفاع دعا البارح الى الالتفاف حول المؤسسه العسكريه والامنيه سيد فرحات الحرشيني البارح خلال تأبينه لخمسه من شهداء الجيش الوطني بمقر القاعده العسكريه عقب نافع بالقيروان. أكد على ضرورة أنه كل التوانسة يتماسكوا بينات بعضهم مهما كانت انتماءاتهم الحزبية، وقال اليوم الوحدة الوطنية يلزمها تكون فوق الناس الكل. وقال كيف كيف اليوم إن شاء الله المؤسسة العسكرية والأمنية ينتصروا في حربهم ضد الإرهاب. كلام حلو مهم لكن منمق، على خاطر سبيان ودي خسا الوحده مقدسه. المؤسسه العسكريه هي نفسها السيد الوزير اللي نشوف باغزومبل اليوم المنظومه نتاع الدفاع على مستوى الميدسين دو كومباني. هذه والله هي حاجه هايله، حاجه مهمه جدا، وانه ثم هنات ثم نواقص ما نجموش نحكيوها الكلها بيان سور، نظرا لانه مساله مهمه ودقيقه، لكن ثم كذلك يمكن هذا السعيد العادي قال فين في لاتونتا دو بردو لي ميدسان او بيان في لو ترافاي وي داكور، لكن هل سكروا بولفار فامار سكروا بولفار نفافيل مثل الميليتير عندهم البروتوكول عملهم تامن؟ معناها ثم حتى مخاطر تنجم تكون موجوده بعد عمليات كي هذا، وتعرف موديوس اوبيراندي نتاع الجماعه هذا. زاد على ذلك كي تجرحوا ناس والواحد ساق وتقسم ما يلقاش حتى فاصمة، ولي زوبيتيو سيفيل كي نسون با معناها ميليتاريزي، وزاد معناها ثم على هذا المستوى مسائل اونتر اوتر تتجبد. زاد على ذلك اليوم الناس كل مع المؤسسه الامنيه والعسكريه، لكن كذلك ما دام ما ثماش محاسبات وما ثماش محاكمات وما ثماش كذلك معناها الوصول الى لي كومونديتير ولا لي تسهلوا مع الناس هذم في اي وقت مهما كان منصبهم مهما كان موقعهم، زاد الناس ماهيش مطمئنه. دونك بيان سور الوحده المقدسه والقوات الامنيه بكاف تشكيلاتها عسكر وجيش وحرس وديوانه وفرق خاصه كلها اخر حاجز بين المجتمع التونسي والارهاب. وتقدم القوات الامنيه والدفاعيه كلها معناها هذاك يطمن التونس الكل، لكن كذلك نطلبوا انه ما نقعدوش كان في الكلام المنمق، وبعديد المسائل نعجلوا بها ونعملوها قبل غيرها، على خاطر ثم هنات كبيره، ثم خيانات في بعض القطاعات في الامن، ثم حاجات اختراقات، ثم غياب محاكمات، ثم تفاهمات سياسيه تحت الطاوله تخلي وانه اتفاقات ما يمشوش فيها. فوالا دونك هنا يفو دير لي شوز كليرمون، احنا دوله كصحفيين مش نقولوه لهم، ماهيش باش نخبيه ولا غيره، وكل واحد يقوم بالخدمه نتاعو. ما نظنش كان باش يشكي بينا هو زاد الايكا كما عمل وزير الخارجيه، لكن الواقع واقع اليوم. الناس مش مطمئنه حتى للي قاعد يدافع. راهي مش فزاع عليك اي معناها نوع لايكا هيئه تعديليه. احنا ما خافناش من فوالا هيئه تعديليه لايكا معناها اليوم، واليوم زاد لايكا يطرح عليها الف سؤال وسؤال. اليوم لايكا مش فوق القانون زاد، هي مؤسسه دستوريه غير دستوريه ساعه، وزاد ضد روح ربي. وسي كمال جندوبي بالله انت حقوقي والى ما اخر ذلك يا خويا، ماك وزير انت يا خويا، هيا واحد موف هكا ولا ايه، ما هو مكلف اليوم بالعلاقة موف سي كمال مكلف بالعلاقة مع العلاقات الدستورية. وينك خويا؟ شنو تو سيف الله المسلول وليت ولا سيف الحكومة المسلول لايكا؟ دونك بو غوفونيغ انو موتون يلزم نقولوا انه اليوم يزينا من لي بروبي غاليز لي موتون بانورج على الاقل بانورج جو دي بانورج. دونك يلزمنا اليوم كذلك وانه الدوله والحكومه بالذات تعطي المثال بانه يكون قضاء ناجز وفاعل ويحاكم ومحاسبه، وعدم ترك ناس دون لامبونيتي كما قاعدين نشوفوا فيهم اكتوالمون دون لامبونيتي. ناس يديها ضغطة عزلات وناس خطط وغيره موجودين اليوم في الطبقة السياسية، سامحني سانا با دو سونس.
ماذا لازم يتقال لو باش يقعدوا يقولوا طالما احنا معناها قايدين واليوم زاد كيف سيغتانمون ان شاء الله. واليوم زاد فما برشا ملفات سفيان في القصرين وفي قفصه وفي غيره. اليوم ماذا بينا التفقديه خاصه فما برشا تحقيقات اتفتحت داخل المؤسسه الامنيه ولا حتى العسكريه. اليوم ماذا بينا ننظفوا وتكون عمليه نتاع تنظيف 100%. احنا فما حاجه اخرى انا سبق واني قلت عديد المرات في البلاتو هذا نتاعنا وايور انه فوق ان شيف دو غير اللي هي فكره جامعه اللي هي قياده متوحده اللي هي حطوك غدا في الزابين انا وياك خلي حطوا جو مفو أيوة. مانيير اللي سماك رميك مش مشكل تقول انت احنا انا بين حبيب السيد تقول انت هكا ولا اليوم ينوفو ان شيف دو غير يلزمنا اليوم كلكان كيمان لاباتاي ليس بالايادي المرتعشه او بالتفاهمات او بالتواطؤ استراتيجيات مش بالتواطؤ او بالتواطؤ فوالا باسكو لو سيلونس كومبروميسيون الصمت يصبح احيانا تواطؤا. انا بالنسبه لي المساله لازم نكونوا حاسمين فيها وتكون الرؤيه نتاعنا كلير نيت بريسيز ولي جوسكو بو. هي حرب وجود وليست حرب حدود. وبالتالي يلزمنا قياده فكره جامعه نضربوا على بلادنا. اي نضربوا ونوجعوا على بلادنا. عندنا تونس واحده والتاريخ والعالم فيه تونس واحده. ومش ممكن انه تونس تولي معناها فيلد ستيت دوله معناها مفلسه او انيتا اونفواد ديكسينكسيون ولا حاجه كي هكا. مستحيل تونس تبقى ديما شامخه وقت اللي يكونوا فيها زاد اراده. اما اذا نتفاهموا تحت الحيط ونعملوا سياسه وتبغنيت واذا نعملوا من هنا وندمجوا شوف لا ديماغوجي لا ديموكراسي عندهم من اصل اليوناني عندهم نفس لا ديتشي نفس لاسين ديموس ديموس اي ديموس ديموس كراتوس بوفوار دو بوبل ديموس باش لوغوس هو بحاجه تبانه اللي هي تكون عقل اللي هي تحش حيش ماشي مع شريك دونك قلت لك الكلام للصباح ما اعطينا الفعل اعطينا الفعل والاشياء بخواتيمها والاشياء بالفعل نتاعها دونك هنا نطلبوا من هذه الحكومه كما طلبنا من حكومه الترويكا كما طلبنا من حكومه المانيا كما نطلب من اي حكومه ونطلعوا بدولنا وانها تقوم بدولها ثم قوانين نافذه في تونس تعملها يا سيدي بعد ذلك قانون الهاب معلقينه بالعاني لغايه في نفس العاقبه كي سون لوا داتر ديجا كوما سي بلوتو دي جيروندا بون هذه نتجاوزها من فموال لغايه في نفس هؤلاء يا سيدي عندنا يا سيدي المجله الجنائيه كي نعرف تحكم بها سنقتل ما القتل موجود حل المجله الجنائيه تبقى تغش علينا تغش علينا سيدي الشيخ وقتها ونوليو في مشاكل دونك انخنو سامحني نقولوا في كلام كيما هذا معناها اون تخان دو بيرني لو بوبل نضحكوا على العباد نمشيوا على الشركه مش معناها نتهموا في السيد الوزير لا اما يا اخي احنا نراو انه ما ثماش ديليجونس ما ثماش حرص على محاربه الارهاب بكافه الوسائل القانونيه والقضائيه المتاحه. توتفي انا نقول لك سفيان مالوغوزمون 7 افريل اليوم احنا العمليه هذه وعودة التونسي بالارهاب لانه ولينا ما عادش نتفزعوا وقت اللي نقولوا صارت عمليه ارهابيه. مالوغوزمون قعدت كان العباد الوطنيه اليوم برشا عباد اليوم تقول لك خلينا اون في افيك نعيشوا مع الارهاب. هذاك علاش حتى اسماء الشهداء ما تذكرش برشا في الاعلام. اليوم نذكروهم الشهداء هذوما اللي قضوا من اجل هذا الوطن وتحيه الى ارواحهم الطاهره وتحيه لعائلاتهم وقبله على جبين كل ام ثكلة خسرت ولدها وكل ارمله وكل يتيم تيتم في جره هالعمليه هذه. والمجد لشهداء هما الرقيب اكرم بن صالح من تبربه بولايه منوبه، الرقيب بلال شفافليه من الروحيه بولايه سليانه، الرقيب الاول عبد الباقي العجيلي من قلعه سنين بولايه الكاف، العريف فتحي الوناسي من بوعون في ولايه سيدي بوزيد، الوكيل الاول بالقاسم بن علي العبدولي من الفايض بولايه سيدي بوزيد. المجد لشهدائنا وكيف كيف الله اكبر ان شاء الله يرحمهم وان شاء الله نقولوا لاباس كيف كيف للجرحى نتاعنا نقيب محمد الزاري للعدل العريف منتصر الشرابي رقيب الاول هيكل هذيلي والرقيب خليل لبرق ان شاء الله لاباس ان شاء الله تقومون لاباس انتم اسود وانتم مواصلين كيف ما احنا مواصلين في الدفاع وفي الذود على هذا الوطن العزيز ان شاء الله. وتونس تبقى ديما شامخه برجالها ببناتها بنسها بمؤسساتها. انا ما نحبش الموقف اللي قاله تو لسعد يعقوبي قال هاو باش نتبرع بفلوس ابن الشهداء بلي يجينا من الشعوبيه ومن ركوب على الاحداث علاش تخفيهم انت الفلوس من الاول؟ دونك سامحني خلي نتجاوزوها المساله هذه. اما ماشي مساله شعوبيه او متاجله بدم الشهداء بقدر ما هي مساله مبدئيه. ليه وقال في اطار انه نصلحوا اليوم تصويره المربي خويا. اي معناها شعوبيه على ديماغوجيه على ماشيين على الشركه فهمتني؟ كيما ناخذ لك حاجتك بالسيف ومن بعد نقول لك خذوا خبزه اعطيني من بعد قال ومن بعد
احنا اليوم اللي حاشنا به هو موقف مبدئيه وتمشي مبدئي ووحده مقدسه حقيقيه وقانون ناجز وقضاء فعل. اليوم هذا اللي حاشنا به ما حاشتش يزينا شو كجهه. تعرف والله تعرف يا حسن والله العظيم انا كاب عائله سيدي وقفت اولادي ماك تعرف الزغالي عندهم الماكله كبيره تقول لك لا حاب ناكل بيتزا وقفت واحد يسرب في بيتزا لفت لواحد اخر مش عارف شو قال له. قال قداش ميت اليوم؟ قال له ربي ضربت اليوم قداش فيها؟ تعرف كاين واحد ضربني بسكين بخنجر في قلبي. لا لطف عليك. اي لا حسيت يعني وليت باناليزي مثلا وضربت اليوم. اي اون باناليز لا مور جوستومون. اي يحبوا يعيشونا يحبوا الموديل بالنسبه لهم كان مش افغانستان. لبننه. راي الباكستان. ايوه. في الباكستان في بالك الوزيرستان بالك الوزيرستان منطقه كبرى في شمال غرب باكستان. هذه شاديرها للهبين وما تفاهمين مع الدوله. احنا الدوله تحكم في كياس وما يحكموا في كل ما هو ماهوش كياس. الله الله. والا لا فاليد السؤال من عام 61 هكا شادين فيها هذوما. يحبوا هكاك يحبوا التقسيم ما يبنوش بالاوطان. حاضنه الوطن ما عندهمش ناس هذوما عندهم حاضنه الجماعه حاضنه اخرى. وبالتالي احنا نحبوا الدوله تجسد الوطن الحكومه تجسد الدوله الحكومه اللي هي قلب الدوله لكن قلب وقت لانه الدوله ارقم. الدوله هي شعب ومساحه جغرافيه وسلطه قائمه. السلطه والدفاع عن الشعب والدفاع عن وحده التراب تطلع به الحكومه ما تنجحش تمشي تسبق تنجح تمشي تجي غيرها. واي مسؤول مهما كان حتى الاصوات احنا تو بتاع المعارضه وينهم الناس هذوما تو في الحالات هذه؟ وينهم وقت الشهداء ودمهم يلاغي؟ وينهم على من قداش من لجنه تحقيق عملوا لحد الان الجود كلهم وبربي اليوم 9 ابريل بربي ايش عملتونا بعد ثلاث سنين في احداث 9 ابريل 2012 اليوم تحت ما يسمى بالوطن بالمصالحه لا توا زياد العزالي هو ما طلعش اللجنه توا وين حد كتبق الورد والبشبوج يقول هو احسن واحد والنهضه يقولوا ونهار شفت ثم واحد جاي قال هو ماهوش من النهضه مره واحده لا فهمتي كيفاه بعدين النهضه ولات واحده ايه حركه ايه اجتماعيه شوري انا نرى انه اليوم ثم اللي يسميوه بالفرنسويه ليس بروف نحن بالبدايه بتاعنا نقولوا الغطا الغمة فوالا يغموا فينا قبل يقول لك دخلوا باب خرجوا مخوخه قاعدين يضحكوا على ذقون الناس ناس شولتي با الانتليجونس دو بوبل تونيزيان راهو كيما غلب الاسبانيول وغلب الاتراك وغلب البولكيز والنورمان وغلب الهولندي وغلب الفينيسيان وغلب الرومان وغلب البيزنطيين راهو يغلبكم انتم اللي قاعدين تضحكوا عليه. توت فاسون سفيان اكزاكتومون الشعب التونسي يدخل من الباب الكبير ويخرج من الباب الكبير اما لي بوليتيكار كما تقول انت خاطرهم ديزوم كور يدخلوا من الخوخه ويخرجوا من الشباك. نمشيو الى رئيس الجمهوريه البارح سيد باجي قايد سبسي التقى في زيارته لباريس التقى بالجاليه التونسيه في مقر السفاره بباريس حضور فرانسوا اولاند يقولوا انه هذه اون بروميير بعد 29 سنه اخر مره رئيس فرنساوي مشى للسفاره التونسيه كان فرانسوا ميتيران وقتها مشى للزعيم الراحل الحبيب بورقيبه في كو سنه بعد 86 بعد 29 سنه يمشي فرانسوا اولاند مش فرانسوا ميتيران للبشبوش تقول انت هكا ولا التاريخ يعيد نفسه اي التاريخ يعيد نفسه نظن بروبورسيون غاردي انا بيرسونيلمون جو كونسيدير ليس سيبسي بيان سور يمشي ويزور واحد لكن نعتبروا انه الزياره هذه كانت فيها عديد النواقص لكن ميو فو ريان كو معناها ميو فو تار كو جامي وميو فو بو كو بوكو يبقى ماهيش زياره مثلى يجي ولا ما يجيش اولاند في فرنسا خاصه ربع انتخابات سي ان بيردون سي ان لوزير تشوف حتى الغدره نتاعو اولاند كيفاش معناها مارين لو بان اليوم هرب عليه اليوم مارين لو بان تنجم تدقلوا في انتخابات جايه معناها مارين لو بان تعاركها حتى مع ابوها طولت مره واحده وهو لو ريكار نتاعو بلان دو تريستيس مانويل فالس كيف كيف حب يزغط كما ساركو وحب يمشي كيف وعمل وغيره وعاود تحالفاته ملي كان سنت فلسطينيين وين مع الاسرائيليين وغيره كيف كيف يعني بيان سور هما دوله وعندها دوله قويه ودوله عظمى وكل شيء داكوردو لكن احنا كذلك دوله قويه وعظمى وان راي معناها اليوم مفروض وانه اون غوفوا ان بو لا كوبي شنو الاتفاقات تعملوا شنو الاتفاقات تعملوا هذا اللي يهمني هو هذا شنو الاتفاقات تعملوا 60 مليون اورو هاو عملوها الالمان قبل سامحني يا اخي ما قالش هو 1 مليار دورو دورو هو اي جاي قبل قال 1 مليار دورو لو رئيس جمهوريه وقتها كنت نحن قال 1 مليار دورو وقف بي اس هو فوالا 1 مليار دورو قال شو بدل ما رئيس ما نقول يعمل كما يحب سيرتو في فرنسا الرئيس الفرنساوي لو ريسبونسابل دوفون بيرسون ما با دوفون البارلمون يعمل اللي يحب
عملها معناها الكونستيتيوشن نتاع السانكيام ريبوبليك هذه نتاع 58 عاملينها بطريقه رئيس ولا او كمنتخب بالسفراج يونيفرسال كيما البرلمان ما يتحسبش ما يجيبش البرلمان ينحي فهمتني ويعمل اللي يحب هو يعمل فيها شطح بطح وشفنا الوقتات عملوا في فرنسا ما دوغول ولا ميتيران ولا جيسكار ولا شيراك ولا غيره وساركوزي وتشوف هذه اليوم هو قال هكاك شبيه وعملها ومش قالوا طلعين عملوا 30 مليون دولار وقالوا باش يحكيوا مع الفرنسيس والالمان باش يعموها اي ومن بعد شعطاونا قالوا باش احجزوا حدودكم على ليبيا دويو حاميها حراميها وسيت بيان المخابرات الفرنسويه عندها دور كبير جدا حتى في اغتيال القذافي حتى الكوماندور في اغتيال القذافي عنده فيه يد عندها مصالح معناها رهيبه سيتي لا غير دو ساركوزي لا وعندها لي بيون تاعها اليوم زاد في تونس زاد سفيان وتعرف انت القراعة الحصينه تؤخذ من الداخل فما اليوم عباد تخدم العقل دونك سيتي انا لا ليميت اش ربحنا احنا من الجهه هذه سي طيب الباكوش سمعت في التصريح يقول لا ثم اتفاقيه صحيح سي طيب الباكوش قال لك غضب مشى بيت في السفاره خرج من واحد وجا مخر وباجي يخدم قالت وقال اش كي فافونيغ الوغ ولا حاجه كي هكا ديما جي مخر فهمت معناها اونتر نو اش جبنا بها رجعنا بخفيح زعما تقول انت نوفل العبيد يكلم رئيس الجمهوريه يقول لهم اش بيه قال هكا الباجي كبار قول لي انا نحبش نسمعك رئيس الجمهوريه اشنو هو قال البارح حبينا نطمنوا الشعب التونسي بالرغم من الامور اللي وقعت هذه والارهاب لازم يعرفوا نهائيا وان الارهاب راه حرب وان يلزمنا نواصلوا الكفاح من اجل مقاومه الارهاب والشيء اللي وقع الامس وعلى الاسف اللي مشاو فيه خمسه تونسه من جيوشنا البواسل راهو يلزم التونسه الكل يجندوا واحد راهو ما ثم حتى واحد بعيد على الامور هذه الناس كلها ممكن تقولها كيف ما الدول اللي توا نحن فيهم وفرنسا ولا لمراكم ما تقومش في مأمن على الإرهاب ولهذا يلزم التعاون الكل ضد هذا ولكن أنا نعتبر وأن الزيارة هذه كانت عندها أهمية كبرى تونس رجعت في صورها وعلى ما طالع والناس كلها يحيي والناس كل كذا وهذا هو المطلوب تحية تونس تحية تونس إلى الأمام جالية لا يتجزأ من تونس ولكن عايشة في الدولة هذه أولا ساعة يلزم هالناس اللي هي عايشة عندهم يقبلوها وباش يقبلوها يلزمنا نحترموا قوانين الدولة ولكن مش معناها نتنكروا لأرواحنا يعني الفو أتر أن بون سيتويان تونيزيان هوني ولكن أن بون مسلمان أوسي صباحكم مزيان مع حسن وصفيان نهاركم زين على كابا فام شو نهاركم طيب قالهم البارح سوية لازم يكونوا ان بون مسلمون ان بون جويف كيف على خاطر ما كانش عندنا تزيد كامل على كل البشبوج البارح هكا مشى عمل لي لافي سون شو تقول انت لا هو باجي قاسمسي كشخصية معناها كي تاخذوا الى بوكو عنده الكاريزما عنده معناها لي ريجيستر نتاع معناها انما وفى بحيث فوالا دو لا سيدكسيون سي ان سيدكتور ينتمي الى جيل معين اما احنا نحكيو على من التمشي الحكومي في هذا وشنو ربحت تونس بقطع نظر اي بي بون هاكا هو حكى على الشهداء وغيره وغيره انا جو تروف اللي اليوم انه فو اون ايكونومي ريغوروز دو فري دو فو كيما يقول فوكو معناها الحقيقه اون ايتيك دو ليفيدونس يزينا من لي بارتي بري بارتيزون حتى انت يا سيدي انتخبت الباج انتخبت النداء ولا منخرج في النداء تنقد وقت اللي اداء الحكومه مش يا اخي زلالي قعدوا توا ثلاثة اشهر وهما مضطربين والوضع الاقتصادي والاجتماعي والبصل والشكشوكه والماء والذو الناس كل جات تسكر نتاع الذو تبرك فهمتني والوضع الامني والخيانات اللي وقعت وشو واقع في مجلس النواب بالشعب والارهابيين كي دخلوا شنو صار عديد التساؤلات تخلي والرجل اللي تخلى تو ما نعرفوش والامن اللي تخلى ادى اليمين كي معناها ثم حاجات اي شو بعد تجي وتاخذ قدام الكاميرات تقول هاني عملت هاني عملت سي با سا سي با سا اي بي بيجي قاعد السبسي اليوم نحس انا وانه هو كمنظومه رئاسه الجمهوريه مقطوعه الى حد كبير عن المجتمع وعن الاحزاب وعن نبض الشارع لانه ثم دي زونجو دو بوفوار في كارتاج كيما ثم دي زونجو دو بوفوار في القصبه في القصبه كيما ثم دي زونجو دو والشعب التونسي قاعد يقول اللي قاعد يشوف تجيه فاتوره ويشوف الحفر اللي موجوده في الكياسات بعد الامطار الاخرى يودي فضايح وما يهمهمش لو عزوزه ما يهمها قرض فهمتني ما يهمهمش وبرا كل يسون فوت رويالمون ولات ومعتمدين ومديرين جهويين ما يسون فوت التونيزيان داك شي يقول يقول توس باغي توس باغي ولا قاعد يقول توس نحكيو على 9 افريل 1938 بعد الاخبار
كاب اف ام الكلمه ليك.